للعزاب عم بشوفك تبني آمال بالفترة الماضية، كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب إنك ترجع هاي السعادة لحياتك. عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد إما عن أشخاص أو عن الجو المحيط، وكأنك مليت من الوحدة، فناوي تغير في هذا الموضوع. عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات، يعني تحاول تندمج. ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط أو تلاقي شخص أو تكوين حتى صداقات جديدة. مبين عندي في شخص ممكن يكون جديد، عم يكون عنده في كتير طيبة، ممكن يكون ناري أو مائي، أو لا ناري أو هوائي. هذا الشخص ما عم يكون كتير غني، لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي، عنده حكمة في المواضيع، بكافح طموح. هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر، ويمكن أنت بتساعده أو رح تساعده في الموضوع. شخص عم بتطلع عليك من فترة، أنت عاجبه، لكن عم بيكون نفسه أو عم بيحاول يخلق أول شي صداقة بيناتكم، لكنه شخص طيب للغاية. ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن، يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لأنه كبير شوي بالسن، مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة، فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل. خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخذلان، فناوي على ارتباط هذا الشخص، يعني مش بس على حب، لانه من النوع من الاشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية. هو شخص جد كتير سيريس في الحياة، فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان. يعني إذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي، بتمنى إنه يعني توافق أو تمشي في هاي العلاقة، لأنها تكون رح تكون الخير لإلك، فيها مستقبل، فيها توديع. يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير، وكأنه عم بيكون هو فارس أحلامك. لكن رح أزعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص أو فكرتوا بس بالمادة. فإذا بشرة حلوة، يعني ورق حلو للعزاب اللي ما عندهم أبدا حدا في حياتهم أو حدا عم يستنوه. خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان. إن شاء الله يكون حلو، تكون الطاقة فيه حلوة. عم بشوف امرأة كبيرة بالعمر، وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق، لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة. يعني عم بيكون في مصالحة، عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص. إذن للمتزوجين في بشرى حمل، ممكن تكون أو في حمل من الأصل، وعم يمشي على خير هذا الموضوع. في نوع من العدل والميزان راح لبرج الميزان. هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي، اللي هو يعني كرت العدل، اللي هو تاخد حقك من بعد ما انسلب منك هذا الحق للمتزوجين. عم بتقول خلص طفح الكيل، عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج، وكأنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك، لكن عم بشوف في فرح وفي سعادة في اكتر
من كرت للمتزوجين، إذا ورق حلو كتير للمتزوجين، نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين. لبرج الميزان بالنسبة للمرتبطين إن شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق. شوف بالنسبة للمشاعر، في حب حقيقي من الطرف الآخر، في اندفاع نحوك، في أشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل أو في علاقاته القديمة. بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد، وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الأمور، وكأنك تعلمت من أخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة. عم بشوفك كتير سعيد، وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة، في ربيع حواليها، يعني في بشائر، في أشياء حلوة. ممكن يكون في سفر إما للشريك أو أنتوا مع بعض، في انتقال مكان. عم بشوف الشريك عم بيخطط، بس بدنا نشوف لشو عم بيخطط. إن شاء الله تكون خطة حلوة، يعني يكون في ارتباط. ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة، ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص، يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب. لكن في سعادة، في فرح، في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب، ومن بعد ممكن يكون في علاقة ثلاثية. انت عم تخلص من هاي الضغط وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة. لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال، شوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب، الشخص اللي تاركينه. والله مشغول شوي الطرف الآخر، حاسس بخيبة أمل، ممكن القراءة تكون عكسية. انغدر من كتير من أشخاص على مستوى العمل ممكن يكون، والعاطفة يعني، لأنه مبين كتير في جروحات عم بيعاني منها أو عم بيحاول الاستشفاء منها الشريك. عم بيكون في حواليه مشاكل ومنغصات، يمكن الشريك يكون مدمن، ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الادمان، وكأنه الادمان كان من الاسباب اللي بعدت بيناتكم. ممكن انت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع او لا. في البداية ممكن تكون مقرر الابتعاد، لكن ناوي على الرجوع. الطرف الاخر ناوي على الرجوع وشايفة في سعادة عندك، وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد. على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج، لكن في الفترة الحالية ممكن يكون في رجوع، ارتباط رح يكون شوي مؤجل. لبرج الميزان خلينا نشوف إذا في علاقة ثلاثية. شوف هو كان عم يحكي مع أكثر من حدا في سبيل إنه يتسلى أو عشان ينساك مثلا، لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية.
تانية لكن عم بفكر فيك بجدية، لأنه أنت كأنك مفهمه أنه يا علاقة جدية وارتباط يا بلا، وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة. فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع، وكأنه أنت كاشفه، يعني كاشف كل ألعابه اللي لعبها قبل هيك، وعم بيكون خايف منك لأنك أنت شفت حقيقته. لكن عم بشوف في رجوع، في رجوع وفي تغيير بهيئة الحبيب، يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول إنه. فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة، هاي الورقة الثانية، عم بيحلم في الاستقرار. هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة، لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بفكر بالاستقرار، وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع. إذا راجع لك عالمية زواج، ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شيء رجوع بشهر تموز، لكن الارتباط ممكن تكون في أشهر قادمة. لكن في نية للارتباط من الطرف الآخر. خلينا نشوف إذا في نصيحة من الكون أو إلهام ممكن يلهمنا في صعيد على صعيد أو أكثر من صعيد. نشوف شو الورق ممكن يطلع لنا لبرج الميزان. برج الميزان بيقول لك انت بيقول لك اطلع من الحالة اللي انت فيها، حاول الاستشفاء، حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها، من الجروحات الماضية، عشان تحصل على السعادة. هذا الشرط، الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي طاقة ممكن تكون انتقام، طاقة. وبحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي، ممكن تكون متهور بشهر 7، فبيقول لك لا، تكون أكيد من القرارات، أو من الأحسن ما تاخذ قرارات في هاي الفترة. إذا بحكي لك اطلع من الطاقة اللي أنت فيها، لأنه ما عم بيسبب لك إلا إنه يدخل أشخاص سلبيين، ممكن تجذب أشخاص سلبيين إذا كنت. كمان عم ببشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير، فبيقول لك يعني ما تشغل بالك في صغائر الأمور، يعني تطلع لبعيد شوي، طلع لبعيد يا برج الميزان، وما تضلك تفكر في التفاصيل. الأمور بالإجمالي.